مرت الا بالله. ابو راتب يا ابو راتب. ايوه ايوه الله يخليك. شفت لي وين حاطه المقص؟ انا مقص. انا مقص؟ ليش كم مقص عنا؟ هو مقص واحد ما في غيره. لا والله ما شفته. اه لقيته. ما بتصدق قديش فتر راسي وانا عم دور عليه الصبح. طب لا لا يا ابو راتب، لك ليش عملتي؟ خير شوف يا ابو راتب. الله يصلحك ويهديكي على العمله. ولك ليش عملتي؟ ليش يا ام راتب؟ لك شو في رعبتني؟ ليش تاكر مقص مفتوح؟ شو في اذا كان مفتوح؟ من شو خايف؟ ما عندنا اولاد صغار يلعبوا فيه حتى نخاف عليهم. ولك مو عن الاولاد الصغار عم بحكي انا، المقص المفتوح بيأذينا قلنا انا وياكي. يعني معقولة حدا منا يحمل المقص وهو مفتوح؟ لا ويجرح حاله؟ ايه شو شايفنا عميان قلب لهالدرجة؟ ما رح تفهمي علي، ما في خواص. 100 مرة قلت لك انه المقص المفتوح بالبيت بيعمل بغضة، بيعمل مشاكل، بيخلينا نتشنطط. ما كنت تستوعبي؟ عبس بقى سكري قوام، سكري. لسه فاتحتي وجلقتي له نيعه على الاخير، سكري. ها وهي سكرته. لك بس اللي بدي افهمه، انت منين بتجيب هالحكي؟ هالحكي هاد مو من عندي، وكل اهل اول بيعرفوه. اصلا خالتي سنيه الله يرحمها ويبشبش البلاطه اللي تحت راسها، ما طلعت من جوزها الا من ورا هالشغله. من ورا المقص؟ طبعا لك. وليش يا حزرك؟ لان كانت تترك دائما دائما المقص مفتوح بالبيت على سياره. هيك لحتى اجا يوم كرهها جوزها على غفله وما عاد طاقها وما عاد يقدر يستطيع يتطلع بخلقتها، وصار الطلع وتمت القطيعه. يا لطيف يا لطيف تلطف فينا. يعني هلا انا اذا تركت المقص مفتوح ممكن تطلقني؟ اما هاي سمعه، معقوله يا ابو راتب بتطلقني مشان مقص؟ امنت بالله على هالفهم السقيم اللي عندك. ولك يا جدبه، انا ما عم بحكي عن المقص من حيث انه هو مقص، عم احكي عن تاثير المقص من حيث انه المقص له اثر. هو الحق بايدك ما تفهمي، لانه المساله معقده شوي وفيها فلسفه. بس بالرغم من هالشي الله يرضى عليك برضاه ويحن عليك بحنانه، لا بقيتي تتركين مقص مفتوح على الاطلاق مشان ما ينخرب بيتك. ها بينخرب لانه لا تستسهلي ابدا بالمسائل. انت بتعرفي عمتي فهميه شو عملت؟ الله يرحمها ويرحم امواتنا واموات جميع المسلمين اجمعين. تعيش. بتعرفي شو عملت مع ضرتها ولا ما بتعرفي؟ لا والله ما بعرف شو عملت. هذا يا ستي لما جوزها لعمتي فهميه انضرب على قلبه من غير اليوم وتجوز عليها، اتجوز لك وحده صبيه حلوه صغيره نغشه خفيفه الدم مجذبه حركه دلوعه وبتجيب. ايه وبعدين؟ جايك بالحكي. حاجه وصف بقى. المسكينه عمتي لما سمعت الخبر كانت رح تجن، رح يطق عقلها وبشعت كثير من قهرها فوق مالها بشعه، وبلشت تظهر عليها لاحه الجنان، حجر عينها نقر، الخطوط ما احتمها كترت، شعرها بلش يخف ويهر، وسوسوا اسنانها وصغروا ادانها وطلعت لها تالوله على راس لسانها. ايه خلصنا بقى ابو راتب، حاجه وصف وبعدين؟ جايكي بالحكي. ولما جارتها هنيه الله يرحمها هي الثانيه ويرحم اموات المسلمين اجمعين وينجيها من عصة القبر، لما اشتلقت على حاله عمتي المزريه شغلت مخها فورا لانه كانت تحبها كثير لعمتي، ونصحتها تتحش له مقص مفتوح تحت الفرشه اللي بناموا عليها. دحشت له مقص؟ ما كذبت خبر، دحشت 3 مقصات دفعة واحدة، مقص تحت الفرشة اللي بيناموا عليها ومقص تحت المخدة، والثالث دحشته باليوك بين اللحف. وبالفعل خلال شهر زمان جوزها كان مطلق ضرة. بس على حد علمي رجع تجوز مرة ثالثة. ايه صحيح. عملها الضربان ورجع تجوز الله يصلحه. ايه ومرته الاخرانية ضلت عايشة معه هيك لحتى مات. ايه وشو يعني؟ شو بدك تستدلي من هالشي؟ يعني ليش ما زبطت نصيحة هنية مع المرة الجديدة؟ شو بيعرفني أنا؟ يعني ضروري تزبط كل مرة؟ أو بجوز ما كانت موضاية وهي عم تتحشى مقصات، الطهارة مطلوبة لأنه. على كل حال ما علينا، شو بدنا بهال العلكة المسطية هلا؟ لشو كنتي عم تدوري على مقص أنتِ؟ انكسر ضفري وبدي أقصه. أوعك مراتب أوعك، شو هاد؟ شو جنيتي أنتِ؟ وليش بقى؟ لا
لك شو ليش؟ ما بيجوز ابدا ولا بشكل من الاشكال عص الاضافير الى يوم الجمعه. اوعك امراتي بالله يخلي لي اياكي لا تتهوري. بس منيح اللي قلتي لي، لاني بصراحه ما سمعت فتوى لا من شيخ ولا من ميخ بتبيح هالمحظور هذا ابدا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هلا هيك بدنا نشتغل؟ شبهنا ابو راتي، والله هلكتني. انه ليش كل شغله عندك ما بيجوز وممنوع ما كنت اعرف. قال شو؟ ما بيجوز تقصي اضافيرك بالليل، لا تكبي مي بالبلوعه وهي سخنه، لا تغسلي نهار التنين، لا تنشي الغسيل نهار الثلاثه، اوعك ثم اوعك تمرقي من تحت سلم مسنود على الحيط، لا تفشخي من فوق زلمه نايم، اوعك تتركي المقص مفتوح، لا تفوتي على البيت الا برجلك اليمين ولا تطلعي منه الا برجلك الشمال. ايه شو هاد؟ ما تواخذني يعني، مانك حاسس حالك انك تخنت شوي؟ انا تخنت يا امراتي؟ انا؟ هذا جزاتي لاني عم دور على مصلحتك. بس يكون بعلمك انه هالشغلات هي مو من عندي، مالي جايبه من بيت ابي، هالشغلات كلها من عند اهل اول. ولك بزمانها ست عمتي الله يرحمنا ويرحمها وينجينا من غضب انكر ونكير ويرحم اموات المسلمين اجمعين. خي اجاني الفرج، قوم رد على التليفون، قوم حاجتك بربره لك لعيت لي قلبي. لحظه رح ارد على التليفون وارجع كمل لك القصه. لحظه الو. نعم. اهلا منير، شلونك؟ شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. نعم، شلون؟ ايوه فهمت عليك. ايه والله ضروري يا سيدي، هذا اقل الواجب. شو هالحكي؟ تقلان عليه المرض كتير؟ لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم يعافينا ويعافيه ويشفينا ويشفيه ويعافي ويشفي جميع أمة محمد ويبعدنا عما نخاف ويقربنا مما نشتهي. آمين يا أرحم الراحمين. إيه سيدي، مين ومين بده يروح؟ أنا وياك وبديع وياسين. ممتاز كتير، ولو أني مو كتير بهضمه لهذا ياسين. لأنه مفزلك شوي، بس ماشي الحال سيدي، ماشي الحال، بتحملوا بهالمشوار مشانك. ايه سيدي، شو رأيكم نطلع بسيارتي وبتحطولي انتو البنزينات؟ شلون؟ لا الله يسامحك، هيك رح بزعل منك. ها سيارتي عتيقة قال قسما عظما بتمشي على الطريق مثل الطير الطاير. طبعا لك عن هاي السيارات الجديدة اللي بتلعنا بالكرتون سيارات، وهو كذلك. اتفقنا. وينك؟ امرقوا لعندي بكرة الساعة 10 ومننطلق من هون. ايه من عندي. أهلين منيرو، أهلين حبيبي، أهلا وسهلا ومرحبا، الله معك. شو خير إن شاء الله؟ مديرنا العام أبو معين قال مرطان وساحب سئل كتير وبدنا نروح بكرة نشق عليه بالضيعة. إيه شو عليه واجب؟ الله يعينه ويعيننا ويعين المسلمين أجمعين. اللهم مرقنا اليوم ولا تغرقنا بكرة، مرقنا يا ربي مرقنا. تأخروا ما تأخروا. ليكن اجوا، يلا بديع خفوا رجلكم شوي، ليش ماشيين على بيض؟ يلا وصلنا. يلا تفضلوا، بس اوعكم يا شباب، ها اوعكم الله يرضى عليكم، اوعكم حدا يطلع برجله الشمال، كله بيطلع باليمين. فهمني على شو خايف؟ ايش هو طالعين بالكاديلاك نحنا؟ اخي كاديلاك ولا غيره، لا حدا يطلع بشمال منوب، كله يطلع باليمين. يمنوا ولا تشملوا فإن النعمة لا تدوم. بحب يجادلني حتى يفسني. بس ابراتي شو هذا اللي معلوهم؟ سلامة عرفكن، هذا حجاب ودنب ارنب بري، هدول ما بقدر اتحرك خطوة واحدة بالسيارة بلا هون. اوف، وليش بقى؟ ليك التاني على السؤال، يعني ما حلك تعرفه لابراتي؟ هدول يا جماعة بيحموني من الخطر وبيعموا عني عيون الشرطة. هلا لساتك بتؤمن بهالخزعبلات؟ لا تقول خزعبلات وتهز لي بدني، الله يرضى عليك، بزعل منك. ها خلص بديع، اتركوا للزلمه، اتركوا لعقله. هذا الحكي المزبوط، ما حدا دخلوا فيني منوب، تركوني على عقلي وكل واحد يلتقي بحاله، وبهالصوره منروح احباب ومنرجع اصحاب. تعرف طريق ضيعه الاستاذ عبد المعين؟ ايه طبعا، ولو انا اللي بعرفه.
بس ان شاء الله هالسيارة توصلنا لهنيك ما تنقطع فينا بنص الطريق. ولا يهمك وزير، طالما ابو راتب معلق تنب ارنب بري راح توصلنا واكيد ما راح تنقطع. بس الارنب بطيء، لو معلق له شي تنب غزال كان اسرع. السيارة فيها مي، ضروري تعبيها مي وتطففها. لك اخي انا هيك طبعي، بحب دلل سيارتي كثير وبخاف عليها من العين. بقى حدا له معي شيء؟ لا والله ما حدا له عندك شيء يا ابو راتب. مالكن علي يمين يا جماعة، تحلفوني انه خطرة من الخطرات طلعت بالسيارة ونسيت علق الحجاب، هيك مدري شلون ركبتني الحيوانة ونسيت عن القصة كلياتها، مع انه بالعادة ما فيني اتحرك من دون حجاب ولا بشكل. ايه وشو صار معك؟ شو صار معي؟ يا سيدي أول ما لفيت على الأوتستراد واستلمت أوله، هجم لك علي كميون قاطرة ومقطورة مثل الأضل مستعجل، مثل التور الفلتان، ومو شايف حدا قدامه منوب، ما بعرف شو قصته، مدري فلتان فرامو، مدري شوفير نايم، الله أعلم. وأنا لما شفت الكميون متحاوين وهاجم علي هالهجمة الشرسة، فورا كسرت عرصيف بمعلمية وطلعت عليه. بس شو؟ قلبي عم يدقك وهناتك وهنات من رعبتي، وبهالصورة نفدت بريشي والله سلمني، وإلا كنت رحت معه تحت الكميون أنا وسيارتي وما حدا انطشل لي. يعني هلأ لو كنت حاطت الحجاب بالسيارة ومالك نسيانه بالبيت ما بيمرق الكميون؟ نعم. هلأ أنت ليش بتحب تاخد وتعطي معي كتير؟ يعني كل شغلة بدنا نحكي فيها لازم تطلع لي سنجة عرض وتنطلي مثل حمصة الكاي بديع. إيه خلاص خلاص طول بالك أبو راتب، الزلمة عم ينزح معك شبنا. قديش بقيان لنوصل؟ هو إذا مشينا دغري بقيان شغلة 10 دقايق، بس بيني وبينكم أنا ما رح أمشي دغري. إيه ليش بقى؟ بدي حول شوي على ضيعة أم النوايا. إيه وليش بقى؟ شوفي بضيعة أم النوايا؟ شي قال شوفي؟ لك معقولة أنت ما بتعرف شوفي بضيعة أم النوايا؟ شو وين عايش أنت وين؟ والله ما بعرفك غشيم وبغول لهالدرجة، العمى ما بيعرف الله وين حاطه هذا. نورنا أخي، ما بعرف نورنا. يا سيدي هنيك في شجرة مباركة اسمها شجرة الأماني. ها وليش مباركة بقى؟ أمنت بالله على الرجل، لك شلون بدنا نفهمه هذا؟ يا بديع، هالشجرة هي مرصودة، فيها سر ما حدا بيعرفه غير الخلاق القدير، والناس عم تسحف لعند هالشجرة من آخر الدنيا من كل فج غميق. وليش لا يسحفوا سحف بقى؟ ها ها قلت لي ليش وأنا رح جاوبك. يا سيدي الناس بتسحف لعند هالشجرة لأنه إذا الواحد وقف مقابلها وكانت نيته صافية وسريرته ناصعة وعلق عليها شرطوطة صغيرة من أتره وتمنى شي أو طلب شي، دغري بيتحقق، دغري بإذن الله تعالى. يعني المريض بيشفى، البعيد بيقرب، العاقر بتحبال. عم قلك معجزات هالشجرة ما لها مثيل بكل أنحاء الدنيا. لك ألمان، ألمان عم يجوا لعنا من ألمانيا وبيترجوها. سيطة وصلان للخافقين يا رجل. أصبح مو مشكلة أبو راتب، خلينا نشوف هالشجرة الخارقة بالمعية. وهو كذلك تحت الشجر يا وهيبة يا مكلنا برتقان، سحنة عينك يا وهيبة كيد عيون الزعران، تحت الشجر يا وهيبة يا مكلنا برتقان. Thank you.
يا شجرة الأمانة، يا نور عيوني من جوا، أنا قصدتك بشغلي، شغلي حرقت لي قلبي من جوا، وبتمنى أنك ما تخيبيني، لأني والله والله مظلومة، يعني ومالي خطية ومالي عايبة، وقصي كلياتك التالي رح قلك، رح قلك، يعني بيرضيكي، بيرضيكي إن جوزي يتجوز علي وحدة فصحوني قد بناته، بعد ما فنيت كل عمري وشبابي بخدمته؟ لك قسما بالله، قسما بالله ما قصرت معه بشي بحياتي، ويا من تراني بهالبيت قاعدة وعم بركض وافعي واشتغل مثل القردة وراكدة ورا اولادي مثل الزنبرك، لك ومن تم ساكت لا بحكي ولا بشكي ولا بنق ولا برفع صوتي بوشه ولا بسأله وين رحت ولا اجيت، ما بسأل شي بالمرة، بيفوت على البيت امير بقول له اهلا بهالطلة اهلا، وبيطلع منه وزير بقول له الله يصونك الله معاك قلبي معاك بالي، وفوق هالشي طلبات واوامر وكل شي بقول له حاضر، ومع هالشي بيتركني مثل الكلب الجربانة، وبيتجوز علي وحدة فصحوني رفيقة بنته، رفيقة بنته، بيهون عليك هذا الشي؟ لا، ومشان يحرق لي قلبي بالزايد راح اشترى له بيت جديد بدمر بالجزيرة الخامسة، سكنها بالجزيرة الخامسة ولحشني بالزاهرة، بالزاهرة بالبيت القديم انا والولاد، بقى مشان الله الله يخليك يا شجرتي، لا تتركيني، لا تتخلي عني وتتركيني، بدي اياك تدبريني وتخلصيني من بلوتي، الله يوفقك، لا إلي حل يرضيني، لا تنسيني الله يخليكي ما تنسيني. يلا بخاطرك. يا شجرة الأماني اسمعيني من شان الله وفهميني، أنا بحبك كتير والله بحبك، ولو ما بحبك ما كنت أصدقك، أنا جاية من صافيتا وطارقة مشوار من هنيك من دون علم أهلي، ولحتى ما طول عليكي بالكلام، أنا صار عمري 28 سنة ولسه لهلأ ما تجوزت، يعني لأمتى بقى؟ هي كل رفقاتي تجوزوا وحدة ورا التانية وفتحوا بيوت وصار عندهم عر أولاد إلا أنا، شبني يعني بشعة؟ إلا والله مالي بشعة، بعدين كل رفقاتي اللي تجوزوا قبلي مو أحلم مني، بالعكس في منهم بشعين ومفتح نصيبهم، بقى شو بدي ساوي بالنصيب يلي ما كان يدق بابي؟ خلي لي ياك يا شجرتي مشان الله صارحيني، ليكون فيني شي عيب وأنا مالي حاسة، قلي لي لك شبني حتى زمن لحشني ورا ظهره، إذا بالطول طويلة وبالنحف نحيفة وبالفهم فهيمة وبالطبخ بطبخ أحسن من الشيخ لطفي، هذا من جهة، ومن جهة التعليم متعلمة أخذ كفاءة، يعني صحيح أنا نجحت فيها شحط بس المهم نجحت، وبعرف أقرأ أكتب منيح، وبفهم كمان بالخياطة والتطريز ومساواة الشعر وضرب الإبر، ومن ناحية تانية أنا بيتوتية كتير، يعني ما بحب الفوتات والطلعات والجيات والشنططة، وبزمناتي كنت حط شروط وأشرط وأتشرط على العريس اللي بدي إياه، وشو أقول لحالي بدي إياه حلو ومتعلم وزنجيل وابن عيلة، بس هلا والله مو مشكلة، لك مو مشكلة بنوب، يعني إذا أجاني واحد مو متعلم مو مشكلة بقبل فيه، والله بقبل فيه، لك يضرب العلم وساعته شو أجاني منه، وإذا أجاني واحد مو زنجيل كمان مو مشكلة، لك والله إذا على الحصيرة بتجوزه مو مشكلة، شوي شوي ومعه ومعه بصير وبتصور، ومن ناحية الحلاوة أنا هذا الشي مو حاططه بحسابي بنوم، يعني أنا بقرف وبكش بدني من الشاب الحلو المسمسم، وبحب الشاب الخشن، وإذا كان له كرش وشوارب كمان مو مشكلة، لك بتجوزه والله بتجوزه، المهم عريس، عريس نام على إيده مرتاحة وأعمله مخدة وطراحة، بقرقفي بحالتي يا شجرتي ولا تزبليني حتى ما موت بحصرتي. طيب حبيبتي أنا رايحة على صافي، تبدك شي؟ من شان الله ما تنسيني وحسب حسابي يجيني عريس بهالكم يوم، ماشي باي حبيبتي. السلام عليكم حبيبة قلبي، شلونك يا شجرة الأمان؟ شلون صحتك يا ستي؟ الله يحميك ويحرسك. المهم أنا ما رح طول عليك الحديث، بعرف إنه مواعيدك كتيرة وما عندك وقت،
بس اللي حابة اقلك يا ان كنت مرصودة اعملي جهدك تفكيني، وان كنت محسودة خلي حبيبي راضيني. والله انا بنت حبابة وطيوبة وقلبي من الله وبحب الخير لكل الناس، وعيلتي الوحيدة اني صريحة وواضحة واللي بقلبي على راسي لساني. بقى ليش هيك عم يصير معي ما بعرف. حكايتي حكاية غريبة يا شجرة الأمان. أنا حبيت شاب اسمه رام، هو حبني كتير. كنت شوف الدنيا بعيونه، كان يشوف الجنة بعيوني. كنت أحكي له لرنا رفيقتي كل شي. رنا أقدم مني بالعمر، نحن رفقات بالمدرسة وجيران حارة، ولهالسبب كنت أحكي له كل شي. كنت أحكي له عن شخصيته، عن أسرارنا، عن التفاصيل الصغيرة الحلوة اللي بيناتنا. شو عمل معي، شو عملت معه، كيف كنا بالغابة نتمشى على شط البحر نتعشى. ورنا كانت تنبسط كتير، أو على الأقل هيك كانت تظهر لي. وبيوم من الأيام قالت لي عرفيني عليه. انت رحت أنا من طيبة قلبي دغري عرفت عليه. قال شو؟ مشان افتخر فيه قدامه. لكن يلي صار إنه بمجرد ما شافته تشطت ريالتها وحطت عينها عليه ولطشته مني بليلة ما فيها ضو قمر، وتركتني لحالي محتارة مقهورة مزلولة لا ليلي ليل ولا نهاري نهار. وركبني الهم والغم والقلق والأرق، تعقدت نفسيتي، صرت أكره الضحك، صرت غار من كل بنت فرحانة. مالك بالطويل، صرت افتح له تليفونات لرامي يتناشف بوشي، وبعد مرتين ثلاثة صار يطبق السماعة بخلقتي. والمضروبة رنا ما عادت اتصلت فيني بنوم، نسيتني تماما. لا وفوق كل هالشي صارت تحكي عني شي كان وشي ما كان، واذا شافتني بالطريق تدير وشها عني. بقى هيك جزات المعروف يا شجرتي، هيك جزات القلب الطيب. ليش هيك صار الناس؟ وين الأخلاق؟ وين الإخلاص؟ وين الوفاء والتفاني؟ ليش هالمعاني ما عاد إلقي معنا؟ ليش؟ ليش الناس ما عم تطيق تشوف بعضها مبسوطة؟ آخ يا شجرتي، بصراحة أنا رح أجن، وخايفة إني ما عود أقدر أتكيف ولا أنسجم مع هالمجتمع التعبان، وقوم أعمل بحالي شي شغلة لا بترضي ربنا ولا بترضي الناس. ومنشان ما طول عليك الحديث يا شجرتي، إذا كان بيطلع بإيدك تخلصيني من هالوردة، خلصيني ببوس شروشك، رجعي لي حبيبي المخطوف دخيل ورائك وفروعك. إلهي يجعلك وسيلة خير وتضلي على طول خضرة ومزهزة، وتضل هالشرايط الحلوة مبحوطة فوق منك. إلهي لا يبس لك غصن ويحميكي من البرد والريح والمطر والصواعق. خاطرك حبيبتي لا تنسي تحني علي إذا ما بصير سئلة، لأني والله بستاهل. صحيح أنا نسيت قلك اسمي، اسمي فرح الحماصيني غرب المالكي، طابق أول فني بيت اللواء غسان. لا تنسي عنواننا ما بيضيع حدا. خاطرك. يلا يا شباب وصلنا، تفضلوا. زي البديل مالي نازل، انا تعبان خليني قاعد هون. إيه ماشي الحال، الله يعافيك ويشفيك. تفضلوا تفضلوا تعالوا. Thank you.
يسعد أوقاتك يا شجرة الأمانة. عفوا أنا ما عندي وقت كافي لأنه عندي اجتماع بالقيادة، ولها السبب رح حطك بالصورة وأنت حكمي بنفسك. عم بسمع أنه في تغييرات إدارية شاملة، وفي إشاعات بتقول في تشكيل مدراء عامين جدد، وفي إشاعات تانية عم بتقول كمان أنه في تحقيق مع موظفين كبار. ومن هالحكي هذا وأنا صار لي على هالكرسي تبعي 23 سنة ومحلوي بعد هالعمر هذا أطلع من الوظيفة وانحال على البيت، يعني بهدلي هاي بهدلي. وأنا يا شجرتي المباركة مالي أي طمع باستلام أي منصب أعلى من منصبي، لأنه أنا بالنهاية إنسان قانون ورضيان بنصيبي. وكل اللي بدي إياه منك أني أثبت بمحلي هالخمس سنين اللي بقيانين من خدمتي. وما بخفيكي ها أنه الوضع صاير صعب كتير، وكتراني حوالي النميمة وطق البراغي وسلخ التقاريق، يعني في ناس كتير حيطين عين على الكرسي تبعي ومو مصدقين إطلاقا أنت يزيحوني عنه. وأنا بالجكارة فيه بدي ضل ملزق على هالكرسي لحتى تنتهي مدة خدمتي. بقى يا شجرتي المباركة شوفي لي صرفي مع هالناس اللي عم بتشوش علي، وأنا المشوار الجاي رح أكتب لك تقرير كامل. عفوا يعني قصدي رح أكتب لك أسماء على ورقة واحد واحد، وجنب كل اسم لمحة عن حياته وعن الفضايح يلي عاملينها. وانت يا حبيب تحكمي بنفسك، انت فهماني وشاطر. يلا باي يا حبيبتي باي. ليك يقولك شجرة الأمانة لا تخلي مشواري يجي على الفاضي ها. ايه قسما بالله اذا بيكون مشواري على الفاضي لشيلك من شروشك واحرقك حرق واقطع نفسك. فهمتي ولا ما فهمتي؟ هلا هي هي شجرة الأمانة؟ يا سيدي هي هي. بعدين وينها تعمل جهدك توطي صوتك قدامها واحكي باحترامها؟ اوعك تخبص منروح فيها بعدين. لا تقول ابو راتب ما نبهني. بس شو هالزحمة هي؟ يعني انا بصراحة ما توقعت لاقي كل هالامام. لسه ما شفت شيء. بايام العطل بتنعشق اكثر من هيك بكتير. لا ومو بس هيك، في مكاتب سياحية عم تنظم رحلات وعم تجيب جروبات كاملة لهوني كمان. إيه لك فعلا شغلة خيلي. طيب مو لازم نقرب حتى نتفرج؟ ها؟ طبعا بدنا نقرب، بس مو مشان نتفرج. شو نتفرج؟ الشجرة مو فرجة، منقرب مشان نتبارك. بدك تتبارك انت؟ ايه انت بدك تتبارك؟ ايه انا بدي اتبارك. الحقوني لك. يلا تعال. يلا بترجاك يا شجرة الأمانة تساعديني. الله يخليكي، ما بعرف شو بدي اشتغل. صحيح انا مثل ما بتعرفي عز ومال وجاه، بس يا حسره يا حسره ما في ولد. كل ما بشوف واحد حواليه اولاده تشعل بقلبي النار. دخيلك ساعديني قويني شوي، ولد واحد بس. واذا بتقدري توم الله يخليكي يا شجره الامانه ساعديني. معكم شي من قتر حدا؟ لا لا ما 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 أجب بالنا. مو مشكلة، تعا يا ولد تعا. أنا بدي الحمرة. أنا البيضة. ماشي الحال. قود مسيك. الله يرضى عليك. روح هلأ من وشنا.
الله يلبسك ثوب العافية ويمن عليك بالشفاء العاجل ويبريك ويبري كافة المسلمين أجمعين. قولوا معي آمين يا شباب. آمين 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 يا سيدي. شكرا يا أبو راتب، شكرا لكم كلكم. صدقوني أنا كتير مبسوط بزيارتكم. لا شكر على واجب أستاذ عبد المعين. يا سيدي إن شاء الله هيك الله بيشفيك قريبا وبترجع لنا على هالشغل عالدوام، يعني بتراقبنا مثل الحصان كل يوم وبترجع تعيط علينا كل ما تأخرنا عن الدوام. والله مو باين يا جماعة، أنا حاسس أحوالي كل مالها لورا. لا يا أستاذ عبد المعين لا تقولها، الله يشفيك ويعافيك يا رب. على كل حال أنت دواك عندي، وبإذن الله متى ما استعملت هالدواء رح تطيب وتتحسن وترفص المرض رفس. وشو هالدواء بقى يا أبو راتب؟ بصراحة أستاذنا الكريم ونحن جايين لعندك مرقنا على شجرة الأماني وجبت لك من هنيك كمرأة يابسة من هالشجرة المباركة. اتفضل يا سيدي هاي الورقات، ومعلومك ما حدا استعمل هالدواء إلا واستفاد، وهالورقات هدول بإذن واحد أحد رح يشفوك من كل الأمراض. شرفوا سيدي. وشو بدي أعمل فيهم هدول؟ ها ها هدول يا سيدي الكريم بتغليهم بالمي وبتخلطهم مع شوية زهورات وبتشربهم، ولا تنسى تحط مع زهورات شبشيل الذرة شوية. هاي من ناحية، من ناحية تانية فيك تدق الورق وتعجنه بزيت الخروع، فيك مع شوية حبة البركة وجوزة الطيب وتدهن فيهم محل مع ميجعك، وإذا بدك فيك تحرق الورقات على الفحم مع شوية بخور ممكن وتتنشأ الريحة ما في مانع. ومثل ما قلت لك بإذن واحد أحد الفرد الصماد رح تنط من الفرشة يا أستاذنا الكريم مثل الحصان ورح ترجع ما فيك البلاء. على كل حال أنت جرب أستاذنا الكريم ما في خسارة، وبكرة بتقول أبو راتب حكى. ماشي الحال منجرب، قلتك ماني خسران شي. لازم نمشي يا جماعة خلوا يرتاح. يلا فتلاك بعافية. إيه والله تحياتي أستاذ الكريم. الله معكم. سلامتك. سلام عليكم. مع السلامة. قولي انت يا ابو راتب حاله الاستاذ عبد المعين شبه ميؤوس منها والطب واقف عاجز قدامها، وحضرتك عم تعطيه كم ورقه يابسه مشان يتعالج فيهم؟ لمعلوماتك هالكم ورقه اليابسه اللي مو عاجبينك مقطوفين من شجره ام الاماني، يعني مو من الطريق مو من المزبله. فهمت بديع ولا ما فهمت؟ وبكره بتشوف شلون رح يستفيد عليهم ويتحسن. ايه علينا تركونا من ام الاماني وفكرونا بالغداء، والله جعت كتير. ايه والله يا جماعة انا عصافير بطني بلشت تزقزق من الجوع. خس الجوع، هون على طريقنا في محل فراريج مرتب، بقى شو رأيكم نوقف فيه ونتغدى؟ هذا اسرع واحسن حل، يلا توكل على الله. شيء بقى كن بديع، شو صار لك مثل اولاد صغار؟ ليش عم تلوح من الغصن؟ شو يعني تضايقت؟ هي كبينا بلا. بس فهمني ليش ناتع هالغصن وراكيد؟ هذا الغصن ملخته من شجرة الأماني لما كنتوا هنيك. شلون؟ شو ها؟ ملخته من الشجرة؟ ولك يملخوا رقبتك إلهي يا حق، بدها تنملخ رقبتك لسه أنت. ده يا أبو راتي ليش عم تحكي معي؟ دستور من خاطرك قال ليش عم تحكي معي؟ قال ولك بتعرف انه بعملتك الطيشه هي خربت لنا بيتنا. اهدى شوي ابو راتب شباك. الله يستر يا رب، الله يتلطف ويستر، الله يجيرنا شو بده يصير فينا. اللهم لا اسالك رد القضاء ولكنني اسالك اللطف فيه. اللهم لا تعاملنا بما فعله السفهاء منا يا رب. اكيد روح الشجره رح تنتقم منا ما في مجال، وحتما
حتما اليوم ما رح نوصل على بيوتنا منوب. يعني يا اما السياره رح تقلب فينا بشي وادي، يا اما بدنا نروح مع استحت شي كاميون. هذا طبعا اذا ما انفجر الموتور واحترقت فينا السياره وصرنا في حبه سودا بقلبها. روح الشجره يا جماعه رح تنتقم منا، ما رح تسكت. شو الحكي اما بتسكت منوب؟ خلصنا ابو راتب، اهدى شوي وكلك لقمه وروقنا. وانت الثاني ضروري تملخ عرق من الشجره وتزل له بدنه. الله يكبر عقلك يا ياسين. كلوا هلا كلوا وبعدين بنحكي. شو صار يعني انقطعت السيارة؟ هذا الحساب اللي كنت حاسبه، بلشت الشجرة تنتقم منا يا جماعة، وهذا أول إنذار، لسه ما شفتوا شيء أنتوا. الله يجيرنا من الأعظم، إلهي لطفك، اللهم لطفك، يا خفي الألطاف نجينا مما نخاف. هلأ بدال ما تحكي هالحكي لقينا شي طريقة نصلح فيها السيارة. أنت بالذات لا تحكي شيء ولا تفتح تمك منوب، لا تقترح أي اقتراح، فهمان؟ كنت ناقصني والله حتى تكمل معي. طيب ليش ما نطفش السيارة لعند الكازية؟ الكازية قريبة كتير، وهنيك إلا ما نلاقي حدا يعرف يصلحها. هذا أحسن حل، خلينا نطفش الشباب. يلا يلا شباب، هادي دخل عليك، تعال شوف هادي دخل. يلا طلع 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 براتك، طلع يلا يلا هاد رخي بدال. يلا يلا لف حل الفراملين، لف حل الفراملين. يلا 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 تعرفوا حظنا قوي كتير انه لقينا مكنسيان بالكازية، وإلا كنا ضلينا مقطوعين لحد هلا. خير ابو راتب، ليش وقفت؟ شو صار معه؟ ما بعرف، يمكن بنشر الدولاب. هذا تاني انذار من الشجرة، قلت لكم ما رح نوصل اليوم لبيوتنا، ما صدقتوني، صرتوا تتمسخروا. ماشي الحال. اخ اي اخ. خير خير، شو بك ابو راتب؟ ما بعرف. خير ان شاء الله. معدتي عم تمغصني كتير كتير. اوه وانا كمان يا جماعة. معدتي عم تشوش علي وراسي عم يفتر. بكون شو صاركن انتو؟ اي 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 لك قلت لكم هي ام الاماني، ما معها لعبة، ما كنتوا تصدقوني. اي 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 اخ. كله من الشجرة يا جماعة، اقسم بالله العظيم كله من الشجرة. صباح الخير يا جماعة. صباح النور. طمنوني، كيف صرتوا؟ احسن، ماشي الحال. فهموني هلا، شو هالقصة اللي صارت معكم؟ مبينة القصة دكتور، الشغلة كلها من الشجرة. هالمنظومة اللي متلقح على هداك التخت ملخ عرق من شجرة ام الاماني، ومن وقت ما ملخه والشجرة مبلشة شغل فينا. عفوا، عن أي شجرة عم تحكي؟ عن شجرة ام الاماني. ولك حبيبي انتم مصابين بحالة تسمم من وجبة الفراريج اللي اكلتوها على الطريق. يعني ام الاماني ما لها علاقة؟ ابو راتب لك على سر. شو هو؟ عن الشجرة اللي كان بايدي وكنت عم بلعب فيه وانت نهز بدنك مشانه انا كبيته. اي هذا ما ملخته انا من ام الاماني، لا ملخته من شجرة تانية. شو هالحكي؟ لك ليش صار معنا كل هالشي على الطريق؟ نصيبنا مو اكتر، ما
بقى كبر لي عقلك وسالي ام الاماني. يعني هلا بعمرك شفت شجره بتنتقم من بني ادم؟ إيه وين صارت هي يا ابو راتب؟ هو بجوز هي معك حق فيها، لانه ام الاماني ما بتنتقم من البني ادم، هي اكبر من هيك بكتير. ام الاماني بتشفي البني ادم، يعني بتسعى للخير مو للشر. ليش فكركم الطبيب اللي خلانا ننفذ من التسمم فشل؟ هذا شغل ام الاماني حبيبه قلبي، لانه الله يباركها ما حبت تضوع لنا زيارتنا بوش. على كل حال بكره بتشوفوا الاستاذ عبد المعين شلون راح يطيب ويتحسن، وراح تتذكروا شجره ام الاماني بالخير. هلا اجاكم تليفون بخصوص الاستاذ عبد المعين. شو اعطاكن عمره؟ شو هالحكي وشجره ام الاماني؟